السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا أصدقاء؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم، أحمد صالح بلقاء جديد في صناعة المحتوى ضمن برنامجنا الباور بوينت. بلقاء اليوم رح نتعلم مهارة جدا رائعة وبسيطة جدا جدا، كيف ممكن نحن نطلع شكل البلوري على أي صورة. تمام يا أصدقائي، هذا رح يكون محور لقائي معكم اليوم. قبل ما نبدأ أحباب القلب، تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات، ولا تنسى تعمل شير لهذه الفيديوهات، تساهم معي بإيصال أكبر قدر ممكن من المستفادين. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناة متشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وتكرما لا تنسى زيارتي على قناة حكاية شغف، رابط القناة رح يكون موجود في صندوق الوصف. أكون جدا ممتن لزيارتك على قناة حكاية شغف. ويلا مباشرة حتى نبدأ مع بعض بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أصدقائي مرة تانية. رح نتوجه إلى شريحة فارغة، رح أنقر باليمين، ومن تخطيط رح نختار فارغ أي شريحة فارغة، وبننقر باليمين ونتوجه إلى تنسيق الخلفية، ومنقوم بإدراج صورة بيكون نحن محضرينها بالخلفية. فبنختار تعبئة صورة، إدراج من ملف، وبنختار مكان الصورة، بنحدد عليها، ومن ثم مفتاح الإدراج. رح أتوجه إلى التأثيرات الخاصة بالصورة، وفي عندي شيء اسمه التأثيرات الفنية، وفي عندي شيء اسمه هون التمويه، أي ضبابية على الصورة، فرح أنقر عليها وأزيد بعض الشيء. تمام يا أصدقائي، رح أزيدها لحتى تكون معنا بهذا الشكل بالضبط. بتوجه الآن إلى إدراج، وبين الصور رح نختار صور من هذا الجهاز، وبقوم بإدراج نفس الصورة يا أصدقائي. الآن نتوجه إلى قائمة تنسيق، وبنختار قص، وبنختار نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9، وبننقر على مفتاح القص مرة تانية. رح نضبط الصورة بهذا الشكل لحتى تكون معنا ملء الشريحة بالضبط. طبعا مثل ما انا شايفين هي الصورة مطابقة تماما لصورة الخلفية. رح نتوجه الى ادراج، ومن الاشكال رح نختار شكل على سبيل المثال مستطيل ذو الزوايا المستديرة. بنقر مع السحب لحتى ارسم مستطيل معنا بهيدي المساحة وبهذا الشكل بالضبط. رح اتوجه الى اطار الشكل، وبختار له اللون الابيض. ومن قائمة تنسيق الشكل رح نتوجه الى تعبئة متدرجة. رح نختار اربعة ألوان، أربعة نقاط لونية يعني. تمام، وكلها راح تكون معي باللون الأبيض. كلها شو راح تكون معنا؟ باللون الأبيض. تمام يا أصدقائي، بهذا الشكل كلهم عندي يوم باللون الأبيض. تمام، هيدي راح تكون معي بعد موضع 20%، هيدي بضبطها بعد تكون بالضبط 80%. تمام، الآن النقطة الأولى راح نعملها شافية بنسبة 20%. تمام، والأخيرة أيضا بنسبة 20%. الثانية رح تكون معي شفافة بنسبة 90%، والثالثة رح تكون أيضا شفافة بنسبة 90%. أما الاتجاه رح نختار اتجاه زاوية لحتى تكون معنا التدرجات بهذا الشكل بالضبط. الآن رح أخذ نسخة تانية من هذا الشكل، كنترول زائد دي، نسخة تانية بنختار له بلا خط رسم. أما التعبئة رح اختار تعبئة خلفية الشريحة، وتذكروا معي الخلفية كانت عندي الصورة نفسها لكن بحالة تمويه، فرح نشوف أن الصورة تم أخذها أو الشكل تم تعبئته مثل ما أنا شايفين من الخلفية بالضبط، من الخلفية بالضبط لكن بحالة تمويه. رح ناخذ الشكلين فوق بعضهم البعض مثل ما أنا شايفين، وبعمل هذا الشكل نقل مستوى إلى الخلفية، وبضبط الأشكال فوق بعضها تماما. بحدد الشكلين وبتأكد المحاذاة إلى المنتصف وإلى الوسط لحتى يكونوا الشكلين فوق بعضهم البعض. بهذا الشكل بيكون أنا حصلت على شو؟ على الشكل البلوري أو الزجاجي مثل ما أنا شايفين يا أصدقائي بهاي البساطة. نختار كنترول زائد جي لحتى نضم الشكلين بجروب، ومن ثم كنترول زائد دي لحتى نعمل نسخة تانية منهم، وكنترول زائد دي لحتى نعمل نسخة ثالثة هون. تمام؟ وحاليا نعمل توزيع، وليكن توزيع أفقي، وبنختار محاذاة إلى الأعلى لحتى نضبط الأشكال يعني بتوزيع متساوي بالضبط. الآن رح أخذ بعض النصوص، وليكن في عندي عنوان، هذا عنوان اللي هو عبارة عن خطوات أي مشروع. بنحدد النص كامل أو يكفي نقرأ على حواف مربع النص، وبتوجه إلى خيارات النص بهذا المكان، وبنختار ظل للنص وليكن عندي على سبيل المثال، ونقلل شافية شوي ونزيد ضبابية والمسافة حتى إضافية لحتى يبرز معنا النص. الآن إذا حبينا نعمل شوية تحليات أو مكان
مفتاح معين أو زر معين، نعمل أي تجويف بالشكل البلوري نفسه، نعمله حركة إضافية. خلني أتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن أشكال نختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة، ورح أنكر مع السحب ونرسم معنا مستطيل صغير بهذه المساحة ويكون معاي بهذا الشكل بالضبط يا أصدقائي. نختار الألو بدون إطار، ونتوجه إلى التعبئة ونختار التعبئة بصورة، ومن إدراج بنختار نفس الصورة اللي أخذناها من سطح المكتب، تمام؟ لكن رح نشوفه نحن أن الصورة كانت مضغوطة كتير، فلا هيك وأنا محدد على هذا الشكل بتوجه إلى اختصاص من قائمة التنسيق اختصاص، تمام؟ ورح ننقر على المقابض أو النقاط الصغيرة، النقاط الصغيرة، تمام؟ ورح أكبر الصورة على ملء الشريحة بالضبط يا أصدقائي، ملء الشريحة بالضبط، وبنكر نقرة خارجية. اللي بيّن معاي الآن بالموضوع إنه الصورة تمام تم أخذها بهي الحتة بالذات، وكأنما هو تم تفريغ الشكل البلوري، تمام؟ طيب، وأنا نقرأ على هذا الشكل رح أتوجه إلى التأثيرات، وبنختار ظل إلى الداخل، وليكون معي هي الزاوية، ظل إلى الداخل، خلنا نزيد المسافة شوي، تمام، وضبابية بعض الشيء كمان، تمام؟ هذا الظل الداخلي لحتى يعبر لي عن موضوع التجويف يا أصدقائي، تمام، بهذا الشكل بالضبط. نفس الشيء رح اختار كنترول زائد دي، وبنكر مع السحب ومغير المكان على الشكل الثاني، ولكن برجع مرة تانية لقائمة التنسيق ومنفعل اختصاص، ورح نعيد ترتيب الصورة، يعني أنا بسحبها على قدر مساحة الشريحة بالضبط، وبنقر بأي مكان لحتى يعطيني هذا الإيحاء وكأنما تم تفريغ الشكل البلوري أو الزجاجي بهذه النقطة بالذات. نفس المبدأ كنترول زائد دي، وبسحبها على الشكل الأخير، تمام؟ ونفس الشيء بنرجع إلى قائمة التنسيق، ومن اختصاص برجع بسحب الصورة على ملء الشريحة بالضبط أو على قدر فراغ الشريحة تماما بطابقهم، وبنقر بأي مكان لحتى نحصل الآن على هذا المظهر يا أصدقاء. لأن احنا لو شغلنا شريحتنا رح تكون معنا بهيدي الجمالية وبهيدي البساطة. هذا يلي حبيت اني اقدمكم بهذا اللقاء، كيف ممكن اعمل ايحاء الزجاج او البلور، الاشكال البلورية لحتى تكون معاي بهيدي الجمالية. اتمنى ان شاء الله اكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من تفاعلكم والدعم، وترزوا عني كل خير ان شاء الله. القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.